بويسه تي بويسه في مين يعني بويسه. يرفع المقاتلون الروس من ذوي القومية القوزاقية معنوياتهم بهذه الأغاني التقليدية. أحد المتطوعين الروس من كتيبة سكيف سيحدثنا عن أحوال الموقع الذي نتواجد فيه الآن وكيف يدافع الجيش الروسي عن المواقع التي سيطر عليها. نحن نقف على جبهة مدينة سوليدار ندافع عن مواقعنا. هناك انسحاب بسيط وتكتيكي لقواتنا من مواقع تسمح لنا بقصف القوات الأوكرانية التي تتقدم نحونا، وهذا التكتيك أسفر عن نتائج مرضية. القوات الروسية تنفذ هجمات بالمدفعية ضد القوات الأوكرانية التي تحاول اقتحام مدينة سوليدار من خلفنا على بعد 3 كيلومترات من هذه النقطة. هنا يحاول الجنود الروس الحفاظ على مواقعهم ضد اقتحامات القوات الأوكرانية التي تحاول دخول الحدود الإدارية لمدينة سوليدار باستمرار. الأمور صعبة بالفعل، ومرت أيام أكثر صعوبة حيث يتم استهدافنا دائما والدبابات الأوكرانيين تستهدفنا عن قرب، لكننا صامدون للدفاع عن المدينة. أما عن المعارك المحيطة بمدينتي سوليدار وباخموت، فأكد لنا قائد المجموعة أن الأوضاع هناك صعبة للغاية. تبعد بلدة كليشيفكا عن محورنا حوالي 10 كيلومترات، وهناك معارك ساخنة وعنيفة جدا. مرتفعات كليشيفكا تعتبر موقعا هاما جنوب المدينة لسهولة استهداف باخموت من هناك. من هذا الموقع أطلق الجنود الروس القذائف على مواقع الجيش الأوكراني المتمركز خلفنا هنا في الخطوط الساخنة على الجبهة، الخط الساخن الأول في مدينة سوليدار. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار سوليدار. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.